الله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم إمارة منطقة مكة المكرمة، نرحب بالإخوة الإعلاميين من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، ونبدأ المؤتمر الصحفي الختامي لموسم حج هذا العام 1439 بكلمة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. تليها أسئلة الإعلاميين، فليتفضل سموكم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البدء أود أن أشكر إخواني وأخواتي الإعلاميين والإعلاميات الذين حضروا في هذا العام لتغطية هذا الحج وموسم هذا الحج، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا جميعا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لخدمة الحجاج حجاج بيت الله وضيوف الرحمن في هذه المشاعر المقدسة. ثم أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية على كل التوجيهات والخطط التي سهروا عليها وحاولوا أن يقدموا ما يمكن أن تقدمه هذه المملكة لضيوف الرحمن من خدمات نعتز ونفخر لأن الله سبحانه وتعالى قد خصنا بها في هذا البلد الكريم. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقبل أعمالنا وأعمالهم وأعمالكم جميعا، وأن يتمم إن شاء الله أيام هذه الحج كما بدأناها باليسر وبالتسهيلات إن شاء الله التي حظي بها موسم هذا الحج، وأن يتم إن شاء الله كما بدأ. كذلك أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لزملائي الذين ساهموا في خدمة الحجيج وفي تقديم جميع التسهيلات للحجاج والخدمات، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يقبل أعمالهم وأن يثيبهم عليها أجمل الثواب. وأود كذلك أن أحيي كل من تابع أخبار هذا الموسم وشاركنا ولو بالمشاعر التي شاركونا بها في هذا الموسم، وقدموا لنا المشورة من خلال الاتصالات المباشرة ومن خلال الإعلام بشتى أنواعه المرئي والمسموع والمقروء. وهذه كلها أؤكد لكم ولهم جميعا أنها ساعدتنا وأفادتنا في أداء الخدمة التي نود أن نكون قد وفقنا بتقديمها لضيوف الرحمن. ولا أريد أن أخذ من وقتكم لطرح أسئلتكم، ولكن لدي بعض الأرقام التي ربما تريدون سماعها قبل بدء النقاش في موضوع موسم هذا الحج، وهي: أود أن أعلن أن إجمالي القوى العاملة العسكرية والمدنية في حج هذا العام بلغت أكثر من 250 ألف شخص. وأود أن أقارن لكم مقارنة بين عدد المخالفين للحج قبل 5 سنوات وعدد المخالفين للحج في هذا العام. ففي عام 1433 أي قبل 5 سنوات من اليوم كان عدد الذين حجوا بدون تصريح 1,400,000 حاج. في هذا العام لم يتجاوز العدد 110,000 شخص فقط. في هذا العام نقل قطار المشاعر 360,000 حاج، و360
وسيتم نقل أكثر من 1,800,000 حاج بواسطة 18,000 حافلة مجهزة لهذا الغرض إن شاء الله غير قطار المشاعر. شارك في حج هذا العام أكثر من 32,000 طبيب وممارس صحي. بلغت الطاقة السريرية في مكة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 5,000 سرير في المستشفيات. تم تجهيز 25 مستشفى داخل مكة والمشاعر وأخرى في المدن القريبة من مكة. تم تجهيز 135 مركز صحي و106 فرق طبية ميدانية. تقدر إجمالي الكهرباء أحمال الكهرباء لموسم حج هذا العام 17,791 ميجاوات. ضخت شركة المياه الوطنية 40 مليون متر مكعب من الماء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. شاركت وزارة الشؤون البلدية والقروية بأكثر من 23,000 مهندس وموظف ومراقب وعامل نظافة. تم نقل أكثر من 41 مليون راكب من بداية شهر ذو القعدة وحتى الخامس من ذو الحجة، أي قبل الحج بيوم واحد، بين سكن الحجاج في مكة المكرمة والمسجد الحرام. 41 مليون نقلوا بواسطة 2,600 حافلة، وصلناهم من مساكنهم إلى المسجد الحرام. هذه بعض الأرقام التي وددت أن تصل إليكم في قبل نهاية هذا الموسم إن شاء الله لتكونوا على اطلاع بها. أنا جاهز الآن لأسئلتكم. في بداية أسئلة الصحفيين، الأخت كريستيانا بكر من ام تي في اللندنية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. Thank you very much. I'm sorry I don't speak Arabic. Yes. It's all right, but I will answer in Arabic if you allow me. Okay. thank you very, very much for thank hosting you. All of us and allowing us to perform the Hajj here with you in the Holy Kingdom. And I'd like to congratulate you for another successful Hajj and thank you for all your efforts, all the doctors, the security guards, the cleaners even, to make the Hajj comfortable for us pilgrims. and I'd like to praise you for all the developments that are you know, helping again to make the Hajj comfortable for the pilgrims, the stoning on 5 levels with the protection of the sun, the water sprinklers, the extension of the Haram. All this is amazing to see, the new roads. I have been here in 2006, and I can really see the changes, and I'd like to congratulate you for that. Just a few questions. We're only allowed 3, so I'd like to, with all these incredible developments that you are making, and your vision 2030, what are your efforts to create a more, even more greener Hajj? Would you consider having electrical buses and cars to help with the fumes and metro systems, perhaps in Mecca and Medina? نحن نتطلع إن شاء الله لحج ذكي، وهذا بواسطة استخدام التقنية في كل أعمالنا المستقبلية. وسوف نحرص إن شاء الله على أن يكون مشروع تطوير المشاعر المقدسة الذي سوف يطرح قريبا إن شاء الله للتنفيذ أن يكون يعتمد اعتماد كلي على التقنية وعلى الاتصالات السريعة. Wonderful to see how you're incorporating high tech with the Hajj. Inshallah, it'll all work out really well. How many pilgrims are you planning to accommodate in the future, maximum? It seems already so many. ما سوف نحاول أن نحققه بناء على الرؤية، رؤية المملكة العربية السعودية أن يصل عدد الحجاج في الأعوام القادمة
إلى 5 ملايين. Yeah, inshallah. And final question, would you consider to also, I mean, first of all, to say as a woman, I felt safe at all times throughout the pilgrimage, and I'd like to thank you for that. Would you consider also to take a little care of the prayer spaces for women in the mosques, make sure they're, you know, big and enough spaces, because there's so many women and sometimes they're spilling over, and also to take care of the prayer spaces for women in the Haram Sharif, that they also can view the Kaaba and so on. في الإسلام دائما الإسلام دائما يحثنا على تقدير المرأة، لأن المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الابنة، ولذلك يجب أن نقدمهم ونعطيهم المكانة اللائقة بهم، وفي الحرم أو في خارج الحرم سوف تكون العناية بهم هي الأولى إن شاء الله، ونعطيهم حقهم إن شاء الله في كل شيء، والحق الإسلامي الذي كفل لهم هذه الحقوق. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا لك. حازم عبده، اتحاد وكالات الأنباء التعاون الإسلامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حري بنا أن نتقدم مخلصين للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده ولكم صاحب السمو الملكي ولكل من ساهم في هذا الموسم هذا العدد، حينما شاركنا بشكل مباشر ورأينا هذه الجهود الجبارة التي تشكرون عليها. شاهدنا هذا الإنجاز العظيم في منشأة الجمرات، والتي كانت حلما فخاطرا فاحتمالا ثم صارت حقيقة لا خيالا، فأنقذت العشرات بل المئات من موت محقق، وكانت نقلة فارقة. نتطلع إلى مزيد من هذه المشروعات في كل عام، نريد أن نرى جديدا. ما هو الجديد في خطة المملكة للموسم القادم بإذن الله، الذي يمكن أن يأتي الحاج ليراه محدثا نقلة جديدة؟ نحن الآن لدينا مشروع كامل متكامل للمشاعر المقدسة كلها، في منى وفي مزدلفة وفي عرفات، وإن شاء الله سوف نشرع في تنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن. هو الآن الدراسة الأولية رفعت للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعندما يعتمد هذا المشروع من الهيئة سوف يبدأ إن شاء الله في تنفيذه، وأنا متوقع أن يبدأ المشروع إن شاء الله في التنفيذ قبل موسم الحج القادم. لا أدري كم سننجز منه، ولكن في بإمكاننا أن يكون هناك نموذج مصغر لهذا المشروع في العام القادم لنقدمه للناس. محمد الطفيل، صحيفة الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لمقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده وسموكم الكريم نجاح موسم هذا الحج. سمو الأمير، الرؤية السعودية استهدفت استضافة 30 مليون معتمر وخمسة ملايين في المستقبل. هل سيتم تنفيذ هذه الرؤية وفق مراحل، أم سيتم تنفيذها من العام القادم؟ بالتأكيد تكون لها مراحل، وسوف يعلن عن مراحلها إن شاء الله عن طريق الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله. سمو الأمير، تناقلت وكالة الأنباء ووسائل الصحف العالمية عن مطالبة إيران للسعودية بدفع دية فيما يتعلق بضحايا تدافع منى في 2015. والله أنا مسؤول، هل تم مناقشة ذلك أم لا؟ أنا مسؤول عن منطقة مكة المكرمة وما يحدث في منطقة مكة المكرمة، أما مواضيع السياسية بين الدول وبعضها فهذه لها جهات أخرى تجاوب عليها. ممتاز. سمو الأمير، هل يرى سمو الأمير خالد الفيصل المهتم برؤية الاعتدال في المملكة العربية السعودية في الخطاب الإسلامي في السعودية، أن الخطاب الإسلامي اليوم أصبح يتوافق مع تطلعاتكم وتطلعات القيادة الكريمة، لا سيما في ظل توجه كل العالم الإسلامي والعالم للحرمين الشريفين كمركز رئيسي للخطاب الإسلامي العام؟
الاعتدال. أي نعم. الاعتدال هذه رؤية إسلامية منبثقة من الإسلام ومن تعاليم الإسلام، وقائد الاعتدال في هذه البلاد هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد أعلن عن ذلك في أكثر من كلمة وجهها لأبناء هذه البلاد وللعالم أجمع. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون المثل الأعلى للاعتدال في العالم. شكرا لسموكم. شكرا لكم. محمد جمال، وكالة أنباء رويترز. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد الحمد لله على سلامة الحجاج، نود أن نسأل هل لا يزال التحقيق جاريا في حادث تدافع 2015؟ كيف؟ هل لا يزال التحقيق جاريا في حادث تدافع 2015؟ أي هذا ما هو من اختصاصاتنا احنا، له اختصاصات لا من جهات أخرى تعمل في الدولة. لا نعرف متى سيتم تقديم النتائج. لا نعرف متى سيتم تقديم النتائج. نعم. لا نعرف متى سيتم تقديم نتائج التحقيق. من الآن ليس لدي علم بهذا. شكرا جزيلا. نغم التميمي، صحفية عراقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بداية أحب أن أقدم الشكر إلى المملكة العربية السعودية وإلى الأخوان في وزارة الإعلام السعودية لمنحهم هذه الفرصة بأن أكون الإعلامية العراقية الوحيدة ربما التي دخلت مثل هكذا مؤتمر، وهو من دواعي سروري جدا. الله يحييك. الله يسلمك ويخليك. سمو الأمير، تحدثت قبل قليل أنه تسعى المملكة أن تزيد عدد الحجاج إلى ما يقارب 5 مليون تقريبا. هذه هي الرؤية. الرؤية المستقبلية. هل ستتحقق أم لا؟ هذا يتوقف على الممارسة إن شاء الله في الأعوام القادمة. اليوم إحنا الحمد لله والشكر رب العالمين من علينا بنعمة السلام وعودة العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية. والمملكة مشكورة منذ عامين تقريبا زادت من حصة الحجاج العراقيين. نأمل أنه في الأعوام المقبلة إن تم تحقيق نسبة 5 مليون من الحاج، كم ستكون نسبة الحجاج العراقيين من هذه النسبة؟ هي النسبة مقررة من الدول الإسلامية جميعها. نعم. لأن النسبة قررت في مؤتمر إسلامي وليست من قبل المملكة العربية السعودية فقط لوحدها. هذه النسبة هي مطروحة وممارسة على الجميع، جميع الدول الإسلامية، وهي متقيدة بهذه النسب. يعني نحن نستبشر خيرا. ليس من صلاحيات هذه المنطقة ولا هيئة الحج، وإنما نعم. هي من صلاحيات المؤتمرات الإسلامية. طبعا أعود وأكرر شكري للجميع العاملين هنا، لأنه المملكة العربية السعودية صراحة فتحت لنا القلوب قبل أن تفتح الأبواب، وإن شاء الله يا ربي تبقى حبال المودة والوصل دائما بيناتنا، وسوف تجدونا دائما بخدمتكم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. علي المقبلي، قناة فايس الأمريكية. السلام عليكم سمو الأمير. عليكم السلام ورحمة الله. سمو الأمير، وش نبارك لكم نجاح موسم حج هذا العام. لدينا طال عمرك فريق إعلامي أتى من أمريكا ليوثق فيلم وثائقي عن موسم حج هذا العام، وكان عندهم العديد من الاستفسارات، لكن أنا أبقى في استفسار. كان يتحدثون كيف يدار الحج وكيف هذا التناغم والتكامل بين أكثر من 41 جهة حكومية في المملكة، فكانوا يتساءلون كيف يدار الحج في المملكة. هذه لها قصة طويلة جدا منذ أن أنشئت المملكة العربية السعودية، وأعتقد لو أتحدث عنها سوف أخذ وقتكم كله، ولكن نستطيع أن نتحدث عن هذا الموضوع يعني في جلسة أخرى بيني وبينك. ولكن الذي أستطيع أقوله الآن وباختصار أن التفاهم والتنسيق الذي وصل إلى حد التناغم في حج هذا العام والعام الماضي لم يسبق له مثيل،
وهذا يعود بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل التوجيهات من القيادة السعودية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وهناك لجنة عليا للحج برئاسة سمو وزير الداخلية يشترك فيها كل الوزراء المعنيين بالحج وبالخدمات في الحج. وهناك لجنة مركزية تنفيذية لقرارات اللجنة العليا برئاسة أمير منطقة مكة في مكة المكرمة، يشترك فيها كل الذين يمثلون الوزارات الخدمية في الحج. بالإضافة إلى ذلك هناك هيئة لتطوير مكة المكرمة، وهناك هيئات أخرى كذلك للحج. هناك جهات وورش عمل ومؤتمرات تعقد لتطوير الخدمات وتطوير أسلوب العمل في الحج في كل عام. نحن نبدأ من بعد موسم الحج مباشرة باجتماع للجنة الحج المركزية، أي أول أسبوع بعد بداية الدوام الرسمي في مكة المكرمة، لمناقشة ما النواقص التي لاحظناها ولاحظتها التقارير المقدمة لنا في حج هذا العام. ثم نبدأ في التحضير لحج العام القادم من بعد موسم هذا الحج بأسبوع واحد فقط. لهذا التنسيق ولهذا العمل المستمر طوال العام للتحضير لمواسم الحج، أنا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة. يعني هذا السبب الذي وصلنا إلى هذا الحد. كذلك أعتقد أن النزعة الإيمانية في نفوس الإنسان المواطن السعودي، جميع المواطنين السعوديين والمتنفذين منهم في الإدارات الحكومية أو حتى المؤسسات الأهلية، هذا الوازع الديني والأخلاق العربية والقيم العربية الأصيلة المتأصلة في هذا الشعب وهذا المواطن، أعتقد هي التي أدت إلى هذه الروح العالية في أداء الخدمات بدون كلل وبدون ملل وبالتعاون المشترك بين جميع الأجهزة. الحقيقة هذا يعني يجب أن تدرس هذه الظاهرة، ويجب أن تدرس في كليات وفي الجامعات المعنية بالإدارة وإدارة الحشود بالذات وتفويج الحشود في العالم. شكرا. أعلنتم عن 110 مخالف حجوا هذا العام، هل هؤلاء أتوا من خارج مكة أم داخل مكة وما مصيرهم؟ معظمهم من داخل مكة. شكرا سمو الأمير. خالد الربعي، الإخبارية السعودية. عليكم السلام. مساكم الله بالخير جميعا. سمو الأمير، تحدثت بعض وسائل الإعلام أن المملكة منعت حجاج الأشقاء القطريين، طبعا أنا شخصيا وبعض الزملاء كنا في استقبالهم في المطار، استقبلناهم جميعا. هذه الأخبار مدى تأثيرها عليكم أنتم شخصيا والعاملين؟ نحن لا تؤثر علينا هذه الأخبار. وكما أعلنت المملكة أكثر من مرة من استعدادها لاستقبال الحجاج من أي دولة في العالم، والشقيقة قطر كانت مدعوة لإرسال أو للسماح لمواطنيها للحضور إلى هذا الحج، حتى أن الملك يعني ساهم وقال حتى أنه بإمكان يعني إذا سمحت قطر ممكن إرسال طائرات للحجاج لهذا الغرض. ولكن للأسف الشديد دولة قطر منعت حجاجها من الحضور، ولكن بعضهم استطاع أن يصل إلى أراضي المملكة العربية السعودية ورحبنا به أجمل ترحيب، وهم الآن معنا في حج هذا العام. ونحن شاهدين طال عمرك على ذلك. وأنت شاهد على هذا، أنت تقول نعم. استقبلتهم في المطار. نعم نعم، أنا وزملاء في العربية طال عمرك سكاي نيوز. السؤال الثاني، مدى رضا سموك عن دور الإعلام بشكل عام وخطوة استضافة الإعلام الجديد سمو الأمير؟
والله أنا أعتقد أن الإعلام كان له دور كبير جدا في كل ما حدث وكل ما يحدث وكل ما سوف يحدث مستقبلا، ولذلك ندعوهم الحقيقة لمشاركتنا، وهم عنصر أساسي في تطوير خدمات الحج، وهم الحقيقة الصورة الإيجابية التي نرى أنفسنا من خلالها من خلال الإعلام. أنتم عندما ترون الموضوع وترون الخلل وتنقدونه وتنتقدونه، ترى أنتم تساعدون على أنفسنا وتساعدون على تطوير أنفسنا، فأرجوكم أن تنبهونا على أخطائنا وأن تساعدونا على أن نكون أفضل، وهذا يعني كرم منكم علينا نحن ونشكركم عليه. الإعلام الجديد طال عمرك. نعم. الإعلام الجديد. الجديد والقديم، حتى الجديد يعني. نعم. مشاركة الإعلام الجديد كانت فاعلة. نعم. في هذا العام، وأشكرهم جديدا. نعم. كثيرا كل الذين ساهموا في الإعلام الجديد. شكرا شكرا طال عمرك. شكرا لك. خالد الخطاطبة، وكالة الأنباء الأردنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية، وإحنا يعني بنوجه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده ولسموكم على نجاح هذا الموسم. يعني إحنا حقيقة مثلا في الأردن، يعني هذه أول مرة أتشرف فيها بزيارة بيت الله الحرام والحج. كنا في الأردن نسمع عن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحجيج، يعني كنا دائما نشيد بجهود المملكة العربية السعودية، لكن عندما لمسنا هذا على أرض الواقع اعتبرنا أن هذه الإشادة ناقصة، لأنه الجهود التي وجدناها على أرض الواقع تزيد كثيرا، فهذا جهد تشكروا عليه بشكل كبير. أما بخصوص استضافة 2 مليون أكثر من 2.5 مليون حاج، فهذا إنجاز كبير، يعني أنجزتم يعني بنسبة 95% نجاح هذا الموسم. يعني أحيانا في مؤسسات أو في دول عندما تستضيف حفل أو أي تجمع عشرات الآلاف تعاني صعوبة وتكثر الملاحظات السلبية، لكن بحمد الله وبفضل المملكة العربية السعودية استطاعت استضافة هذا الكم الكبير وفي بقعة صغيرة، وهذا إنجاز عالمي فعلا، وضع المملكة العربية السعودية في قلب العالم. لكن أكيد بكون دائما في هذا التجمع اللي يكون في ملاحظات ممكن نلفت نظر المملكة العربية السعودية إليها لمزيد من التقدم واستضافة أكبر عدد من الحجاج. الله يطول عمرك سيدي. فمن هذه الملاحظات اللي كنا نتحدث فيها كإعلاميين وكوفود، الأزمة أو أزمة السير في مكة المكرمة خلال موسم الحج. السؤال، هل هناك مستقبلا خطط حل ولو جزء بسيط من هذه الأزمة؟ أكيد يعني المنطقة ضيقة، ولكن يمكن يكون تصورات عند المملكة العربية السعودية لحل هذه الأزمة. والسؤال الثاني، سموكم، يتعلق بالناحية الدينية وهي الإفتاء. تعلم أن كل دول الإسلامية تحضر إلى المملكة العربية السعودية لأداء هذه المناسك، وأحيانا يكون في لبس في الإفتاء وفي بعض المسائل الدينية، فهل هناك في المستقبل يكون دائرة إفتاء أو مرجعية للنظر في كثير من الفتاوى؟ يعني حتى في الوفد الضيق في الدولة الضيقة هناك اختلاف في الفتاوى، هل يجوز وهل لا يجوز، وأين نذهب لنتوجه بهذا السؤال؟ فهذا تسبب في بعض اللبس. نتمنى أنه في الفترة الجاية يكون هناك دائرة كبيرة للإفتاء، مرجعية لكل الحجاج إذا كان في لبس يتم الرجوع إليها. في موجودة وهيئة الإفتاء موجودة، الإفتاء السعودية موجودة هنا، وهناك مكاتب ومؤسسات لمساعدة الحجاج في أمور دينهم، وربما بس الوصول إليهم ربما يخفى على بعض الحجاج، وهذه الحقيقة مهمة الشركات والمؤسسات الأهلية التي تستقبل الحجاج. يجب عليهم أن ينوروا الحجاج بالوصول إلى هذه المكاتب لأخذ الفتية عن أي موضوع يستفتون فيه في هذا الموضوع. أما السؤال الأول اللي سألته بخصوص الازدحامات داخل مكة خلال الموسم، هناك مشروع كبير لمكة المكرمة وللمشاعر المقدسة، وهذه أصبحت الآن من صلاحيات الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة الملكية بصدد الآن إعادة دراسة مخطط مكة
ووضع مخطط جديد إن شاء الله لمدينة مكة المكرمة وللمشاعر المقدسة. سمو الأمير، سؤال ثاني حول الحجاج الإيرانيين، هل يوجد حجاج إيرانيين في هذا الموسم؟ أيه وجد، وأنا أعلنت عن حتى عددهم موجودين في بداية في المؤتمر في بداية. نعم 86,000 عدد الحجاج. الله يعطيكم العافية. ويعني هذا الحكي، ونحن نرحب بأي مسلم يأتي من بلاده. ليست مجاملة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وهذا يعني فخر لكل مسلم، والله يعطيكم العافية ودائما يقويكم يا رب. نحن الذين نفخر بخدمتكم، وهذا فعلا لمسناها من 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 اكبر شخص لاصغر شخص في المملكه العربيه السعوديه، يكون سعيد بخدمه الحجاج. يعني احيانا في الدول الثانيه او برا احيانا يكون الكلام هذا مجامل، لكن لمسناها فعلا على ارض الواقع في المملكه العربيه السعوديه. والله هذا ليس مجامل. الله يجزيكم الخير دائما. شكرا سمو الامير. صباح الخزاعي، صحفي عراقي. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أتكلم معك مباشرة، I would like to الصوت لو سمحت. قبل ما أتكلم معك مباشرة سمو الأمير، إذا تسمح لي في 30 ثانية تفضل، أن أشكر كريستينا. دانكشن فيلن دانك. دانكشن فيلن دانك. Anyway، أنا مع ما قالته من إطراء بما حدث. أنا من ضيوف وزارة الإعلام بقيادتها الشابة من الوزير حتى المكتب، وأنا حقيقة سعيد لمجيئي إلى هذا البلد الآمن. كنت أسأل نفسي ما هذه الحركة الانسيابية غير الاعتيادية؟ احنا عندنا في لندن ومبلي، ملعب ومبلي سعتهم 100,000، إذا صارت لعبة في لندن انقفلت لندن. هنا في هذا المكان أرى ملايين الناس. الآن عرفت السبب، والسبب هو أنت بشخصك بهذا التواضع الذي أبهرني حقيقة. أنت رجل متواضع وتطري على الإعلاميين وتطلب منهم أن ينصحوك، والنصيحة الدين نصيحة، وهذا هو النجاح. أنا حقيقة مبهور. في أوروبا يا سمو الأمير يتعاملون مع الأرقام، أنت قدمت أرقام مذهلة، وأنا جالس وأقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أعطيت أرقام وعندي سؤالين فقط. وسائل الإعلام سمعنا أن الموسم نجح، وهو صدق نجح نجاحا باهر، وهذا مفرح، وحتى سياسيا هو مفرح. وموتوا بغيظكم، هم يسمعوني منهم ودا أقصدهم أنا، موتوا بغيظكم، فاز يعني نجح الموسم. هنالك 100% نجاح، وهناك تحته يعني تحت 100%. سموك هل تستطيع أن تعطيني نسبة نجاح من 100%؟ لا أستطيع أن أعطيك نسبة النجاح وعدم النجاح، ولكني أقول لك مع كل هذا النجاح الذي تحدثتم عنه، أنا لست راضٍ عن نفسي ولست راضٍ عن الخدمات التي قدمناها، وإن شاء الله أن نطور أنفسنا نحن قبل أن نطلب أي أحد بأي تطوير كان في هذا. يجب أن نطور أنفسنا وتفكيرنا وخططنا. هل هناك معارض؟ لأن لكي نرقى إلى مستوى توقعاتكم. هل شفت معوقات خلال هالسنة؟ ليست هناك معوقات إلا الإمكانات والوقت فقط. سمو الأمير، أنت طيت رقم مذهل، أعتقد يمكن القاعدين ما انتبهوا عليه. أنت قلت إحنا نقلنا 41 مليون. نعم، من مساكنهم إلى الحرم. أرجوك أن تشرح لنا أن 41 مليون فشي مذهل. في فترة قبل الحج. نعم، في شهر ذو القعدة إلى 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 بداية إلى أول أسبوع في شهر ذو الحجة، نقلناهم من مساكنهم إلى الحرم. 41 مليون. 41 مليون لكل الصلوات. سبحانك رب لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا حقيقة فرحان جدا، هذا بلدي، هذا بلد الحرمين. أعتقد لا يجوز شرعا، لا يجوز إعلاميا
بعدم التعاون مع هذه المملكة الحبيبة وهذا الشعب الجبار. أنا أعتبره شعب جبار بكل ما تعني الكلمة معنى. والنجاح الحقيقي هو بسبب القيادة الحكيمة. نحن لا نطلب منكم ولا من غيركم شيء، نطلب منكم شيء واحد فقط، أن تسمحوا لنا بخدمتكم بس. أنا أخجلت اللي بتواضعك سمو الأمير. لا العفو، ولا أريد أن أطيل عليك. شكرا جزيلا. شكرا. عبد العزيز الربيعي، صحيفة عكاظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية سمو الأمير، نرفع أسماء التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي النبيل على النجاح الكبير لهذا الحج، وهذا بما لا يدع مجالا للشك بأن المملكة العربية السعودية قادرة على إدارة الحج دون مساعدة الآخرين. سؤالي سيدي، خلال 5 سنوات تراجع المخالفين لنظام الحج من 1,400,000 إلى 110,000، بمعنى أن هناك 1,290,000 مخالف خلال 5 سنوات هذه السنوات تم القضاء على هذه. متى سنشاهد سيدي اختفاء ظاهرة المخالفين؟ قريبا إن شاء الله جدا. وهذه على فكرة يعني لا تعتمد فقط على تطبيق الأنظمة وتطبيق العقوبات، وإنما كذلك تنم عن مستوى رقي الثقافة وثقافة الحج وثقافة الناس عن إسلامهم. هذا المستوى الذي وصل إليه الإنسان في الارتقاء بثقافته إلى هذا الحد، أعتقد هذا شيء مشرف لنا ولجميع المسلمين في العالم، لأن هذه الأمور لا تعالج فقط بتطبيق الأنظمة وفرض العقوبات، وإنما تعالج بالارتقاء بمستوى الثقافة الإسلامية الدينية والثقافة الإنسانية كذلك للإنسان للبشر. سمو الأمير، قال سموكم الكريم ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتي واهتماماتي. نعم. كيف سيتم التعامل مع الحملات أو المخيمات التي قصرت في حق إن وجدت والتي وقصرت في حق ضيوف الرحمن؟ شكرا سيدي. سوف إن شاء الله نساعدهم على تصحيح أوضاعهم لكي ترقى إلى مستوى المستوى المتوقع منهم إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. محمد يوسف، إذاعة راديو مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في البداية بالتأكيد الشكر موصول للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على هذا النجاح المبهر والمتميز في تنظيم حج هذا العام، وبالفعل نجحت رؤية العالم في قلب المملكة. الحمد لله. هذا الشعار الذي اتخذته وزارة الإعلام السعودية رؤية لموسم الحج هذا العام. صاحب سموك تحدثت عن الحج الإلكتروني. نعم. وتحدثتم عن رؤية مستقبلية لتنفيذ بعض المشروعات لتقديم مزيد من الخدمات لضيوف الرحمن في المستقبل القريب والمستقبل البعيد، وأن هذه رؤية معروضة الآن على الهيئة العليا للحج. أريد فقط توضيح هي بعض ملامح الحج الإلكتروني. وافقت عليها اللجنة العليا، وهي ابتدأت ترى بالفعل ابتدأ تنفيذها، ولكن على مستوى يعني بدائي. طب ملامح هذه الرؤية، يعني طبيعة هذه المشروعات، خاصة ونحن شاهدنا في الحرم المكي الشريف بعض المشروعات الإنشائية والهندسية المتميزة والعملاقة، نريد أن نتعرف على يعني هذه الرؤية وحجم هذه المشروعات خاصة في الحرم المكي الشريف وفي جبل عرفات. يعني أعطيك أمثلة، مثلا في هذا العام مثلا في دولتين من الدول أندونيسيا وماليزيا، اتخذت جميع الإجراءات التي تتخذ العادة في مطارات المملكة اتخذت في بلادهم. نعم. وانتهت عن طريق التواصل الإلكتروني. نعم. بين الجهات هناك والجهات هنا.
إجراءاته التنفيذية الإجراءات التنفيذية التي تحدث في المطارات. نعم. فأصبحت تنهى في البلاد الذي يأتي منها الحاج. نعم. لم يأخذ في المطار أكثر من ربع ساعة أو نص ساعة وانتهت إجراءاته. نعم. في مطار جدة. يعني هذه واحدة. الشيء الثاني هناك سوار الإلكتروني مع الحجاج، في كثير من الحجاج معهم الآن، فكل ما يحدث الآن يستطيعون على طول أن يعرفون أين هم وفي أي مكان وكيف يتصلون بالجهات المختصة. طبعا هذه سوف تتطور إن شاء الله مستقبلا، وسوف يكون هناك اتصال مباشر بهذه الأمور. النواحي الثانية، يعني أنا أعطيك قصص بسيطة جدا حصلت في هذا العام وساعدتنا فيها التقنية وساعدنا فيها التقدم العلمي. نعم. يعني مثلا أعطيك مثال في الحج هذه السنة، مثال طبي، المستشفيات الطبية في المملكة وفي المشاعر المقدسة استقبلت إغماءات في الحج. نعم. هذه الإغماءات يعني جاء يوم عرفة يوم الحج الأكبر وهم في حالة إغماء، أخذوا هؤلاء بسيارات مجهزة إلكترونيا. نعم. كصالات يعني إنعاش في المستشفيات، وأخذوا وهم في حالة إغماء إلى عرفات ووقفوا في الحج. نعم. ولقنوا من أطباء متخصصين وهم في حالة إغماء أنهم في عرفات وأنه يستكمل حجهم وأنهم يقولون كذا ويقولون كذا وهم في حالة إغماء. نعم. عندما عادوا وصحوا بعدنا الإغماء تذكروا كل شيء. وهذا فضل بهذه الطريقة وهذا الأسلوب الذي يعني التقنية كان لها مجال كبير جدا، لولا التقنية لم نستطع أن نفعل هذا. وبالفعل سمو الأمير يعني تابعنا هذا الأمر مع متابعتنا الإعلامية للبعثة المصرية المتنوعة خاصة في الحالات المرضية الحرجة. نعم. تابعنا هذا الأمر. نعم. وكذلك أنهم يعني بعد ما يصحوا المريض يستطيع أن يرى كل شيء مصور له. نعم. في فيما حدث. نعم. يعني هذه التقنية تقنية حديثة. نعم. ومثلها كثير. نحن نريد أن يكون كل الأعمال التي تستخدم إن شاء الله والخدمات التي تقدم هي عن طريق التقنية الحديثة والأسلوب الذكي كما يوصف. نعم. الآن نعم. في العالم. حتى المشروع، مشروع إعمار المشاعر المقدسة المستقبلي سوف يبنى على هذا الأساس. نعم. إن شاء الله. المتوقع بالنسبة لعدد الدول في موسم الحج العام القادم التي ينتظر أن يتم فيها تطبيق خاصية الحج الإلكتروني، عدد الدول كم تقريبا؟ لا أعرف أنا الآن لا أعرف هذا العدد. نعم. ولكن هناك طبعا سوف يكون اتصالات مع وزارة الحج وتعرف هذه الدول خلال السنة هذه. طبعا الشكر موصول. نرجو أن يكون عدد الدول كبير جدا. نعم. لأنها تسهل على الناس كلهم وخصوصا على الحجاج. إن شاء الله. طبعا الشكر موصول يعني للمملكة العربية السعودية على مستوى القيادة والحكومة والشعب، وشكرا لسموك على إتاحة هذه الفرصة. عفوا. شكرا جزيلا. عرفان جنيدي، رئيس تحرير صحيفة ريببليكا. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Forgive me, I deliver the question in English. First of all, I would like to say thank you very much and please use the microphone. Yes. Small one, this one. This one. Okay, thank you. Sorry. Yes. First of all, I would like to say thank you very much for the very amazing Hajj in a very excellent the whole facility at this Hajj session. I'm from Indonesia. Actually, want to deliver the message from
our people in the country because we send maybe the most Hajj in the world. Every year we send more than 200,000 people from Indonesia. So we really need to more quota for the people because in our country, people need to wait for until 10 and 20 years to go to Hajj. For example, if I register these years, so we need 10 until 20 years to go for Hajj to Saudi. Is it possible for Indonesian people to have more opportunity to come to this Hajj? هذه بناء على اتفاقيات تتم بين الدول الإسلامية وتناقش في المؤتمرات مؤتمرات الإسلامية عن الحج ويتفق عليها. هذه ليست من صلاحياتنا نحن أن نحددها أو مثالنا، يعني يجب أن تحدد على مستوى الدول الإسلامية كلها. Yes. Okay. Thank you very much for the answer. And the second time is also about the for the next time after the enlargement, the holy mosque in Haramain. I think we really still have a big hope for Indonesian people, for our people, to cut the time they are waiting for to come to here. ما فهمت. To increase the quota. نعم. To increase the quota so the waiting will be less than now. يعني تزيادة عدد الحجاج لكي يكون الانتظار أقل مما هو حاليا موجود بالنسبة للحجاج. نعمل أن نتوصل إلى هذا إن شاء الله. نعمل إلى هذا. وسوف تساعدنا التقنية إن شاء الله في هذا. The technology would help us. Okay. Yes, thank you very much. شكرا جزيلا. سعود مالك، رئيس تحرير وكالة الأنباء الإسلامية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Excellency, I am really thankful for your hospitality and for the invitation. And this is a very unique opportunity for us to witness this great gathering and participate in this Hajj. Here I have a suggestion that this is a big congregation of Muslim community. And I think that we should give an opportunity to our young generation to participate in this activity. I would say that the Muslim students, male and female, who have shown their brilliant performance in their academic studies, they should be invited by the Saudi government and they should be also involved in this process. I think that if you consider المملكة العربية السعودية سوف ترحب بهذه الفكرة، ولكن الذي يجب عليهم أن يحددوا نوعية الحجاج هي الدول التي تبعث هؤلاء الحجاج. نحن لا نستطيع أن نفرض على الدول وعلى الشعوب نوعية من يحج ومن لا يحج. Can in this regard, can you include the Muslim researcher and scholars who are performing best in their respective fields? They can be invited. ممكن جدا إذا اعتمدتهم دولهم. Okay. Thank you very much. شكرا. علي غرسان، ماب نيوز. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. السلام ورحمة الله. نبارك لسموكم الكريم، نبارك لسموكم الكريم هذا النجاح الكبير. الحقيقة خالد الفيصل مدرسة ثقافية وأخلاقية وإدارية جميلة جدا. لا تنفخ راسي زيادة عن اللزوم. وأنت طال عمرك ظهرت في يوم عرفة في لقاء تلفزيوني طبعا، وأشدت الحقيقة بأخلاق عالية وب يعني إداري متمكن من ذاته، وأيضا منصف للآخرين بسمو الأمير النائب. الحقيقة هذه الإشادة لقيت صدى كبير جدا سواء على المستوى المحلي أو العالمي. لم أقل في سمو الأمير إلا ما أعرفه. جميل. يعني لم أعطيه أكثر من حقه. يستاهل. سمو النائب قام بجولات الحقيقة خلال الأيام الماضية وآخرها بالأمس جولة.
ويعني كشف عن بعض القصور. هل سيتم إعلان يعني عقوبات واضحة على الحملات والمؤسسات الطوافة التي كان فيها نقص في الخدمات؟ نحن لا نعتمد دائما على العقوبات، ولكننا نرجو أن نساهم في تصحيح الأوضاع ومساعدة الآخرين على تصحيح أوضاعهم. جميل. قبل 10 سنوات أطلق سموكم الكريم هذا المشروع الكبير اللي هو الحج عبادة وسلوك حضاري، وهو مشروع ثقافي وسلوكي وأيضا خدمي. بعد 10 سنوات من هذا المشروع الآن ندخل في مرحلة رؤية 2030، هل يرى سموكم أنه فعلا المشروع حقق مكتسبات كبيرة في الفترة الماضية؟ وما نلاحظه هذا الموسم الحقيقة من انسيابية كبيرة. المشروع حقق يعني خطوات كبيرة جدا، وأنا أعتقد أنه سوف يحقق أكبر من هذه الخطوات في السنوات القادمة. هل سيواصل؟ هل سيتقاطع مع رؤية 2030؟ إن شاء الله سوف يتفق معها. جميل، شكرا طبعا. شكرا سمو الأمير. أنا شكرا. اللي شاكر لكم يعني فضلكم بوجودكم معنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك، ونرجو لكم إن شاء الله التوفيق الدائم. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.